الفتنة من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثكث وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا 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 أجمل هدية أجمل هدية تعالي بنتي تعالي واسمك بنتي أسماء وانتي واسمك رنيم وانتي واسمك بنتي ريماس الله يبارك أسماء وشكي حكمة في يدك بوكي تعوار بوكي تاع ورد لي من هاد البوكي تاع الورد لي عمو يزيد اوه شكرا 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 بنتي شكرا شكرا يلا اعطيني البوكي هذا ولا تعاودي ديه معاك تعطيه لي شكرا 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 اذا باسمكم نتلقى هاد الاجمل اجمل اجمل هديه من عند هاد البراعم هاد العرايس هاد الهديه احتفظ بها عمو يزيد مدينة قلمة ولاية قلمة والله شرف شرف عظيم عظيم ولو أنا جاب لي ربي لما نقول مدينة قلمة لأول مرة هو ذنب أكثر ما هو عذر جاب لي ربي ولكن أستسمحكم اليوم على هذا الغياب الطويل ولكن الناس بكري يقول لك المليح يطول يعني مشي عمو يزيد لما كانش حاب يجي مدينة قلمة حاشا بالعكس مدينة ثورية مدينة الكفاح مدينة الطبيعة مدينة جميلة 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 جدا مدينة أحداث 8 ماي 1945 مدينة ما عندي ما نقول فيها مدينة رائعة
ولكن طولت عليكم، ولكن اليوم جيتكم في هذا الحفل الجميل اللي هو من تنظيم روضة جنة الأطفال برعاية مجمع الشروق وشركة رامي وشركة شيبس مهبول، كذلك ناس رعاة ساعدونا اليوم، ساعدونا اليوم، ساعدوا روضة جنة الأطفال في تنظيم هذا الحفل الجميل، لأنه ما يخفاكمش أنه كل حفل فيه وسائل، فيه وسائل، فيه تنظيم، فيه معدات، فيه عدة أشياء، فيه ديكور باش الحفل يكون على مستوى تطلعات أطفال ولاية قلمة. احنا ما دابينا كنجوكم نجوكم في أحسن صورة اللي هي الصورة نتاعكم، لأنه الجمهور الجزائري والجمهور القلمي جميل، جميل جدا. إذن لازم نجوهم في أجمل صورة. شكرا أحبائي. قبل ما نبدأ راح نطرح عليكم سؤال، نطرح عليكم سؤال. تحبوا الأسئلة وتحبوا الهدايا؟ إذن لكل سؤال هدية، لكل سؤال هدية. شكون اللي يقدر يقول لي كم من ولاية تحد ولاية قلمة وأسماؤها؟ شكون اللي يقدر يقول لي كم من ولاية تحد ولاية قلمة وأسماء هاد الولايات؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ شوفي الشطرة هذه، واسمك بنتي، نتعرفوا عليك. واسمك؟ ملاك. ملاك، شحال في عمرك ملاك؟ 8 سنوات. وشاطرة؟ في الدراسة شاطرة؟ تقراي مليح؟ الله يبارك، الله يبارك. كم من ولاية؟ 4. لا لا، ماشي 4، أكثر شوية، أكثر شوية، ولكن الأسامي تاع الولايات كذلك. لازم تذكروا لي الولايات. السؤال من شاطرين. سير يلا شوف فينا الشاطر هذا. يلا واسمك؟ ستة. واسمك وليدي؟ واسمك ستة؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، انا اسمي ستة، جامي سمعت به. عبد الرحمن الله يبارك وليدي، الله يبارك، مرحبا بك. شحال في عمرك عبد الرحمن؟ فارح. شحال في عمرك؟ كم من سنة؟ سبع سنوات. 7 سنوات، الله يبارك. كم من ولاية تحد ولاية قلمة؟ ستة. صحيح؟ شكون يقول صحيح رفد يدو. صحيح الجواب، 6 ولايات، ولكن اسم الولايات راح نصعبوا شوية على عبد الرحمن صديقنا، نصعبوا له. يلا طلعوا، طلعوا صديقنا هذا، هذا يجي يقعد معنا هذا. لا لا ما يقعدش تما، يبقى معنا، اعطوا له مكان. وش راك احمد؟ لباس. لباس، واش تقول لهم احمد؟ تحبهم؟ ايه. اك فرحان لي راك هنا؟ ايه. الله يبارك، تبقى مع عمو يزيد هنا، بلاصه في اي بي، بلاصه في اي بي. الله يبارك، الله يبارك، ربي يشفي كل مرضانا، وخاصه على بالكم من الطفل لما يكون يعاني ويكون يتالم، واحد ما يقدر يقبل، واحد ما يقدر يحمل يعني هذاك الالم تاع الطفل. ربي يشفي كل مرضانا. سامحوني، كاين كاين شركات ساعدت روضة جنة الاطفال في هذا الحفل، وحنا لازم نثمنوا جهد هذه الشركات. علاش؟ على بالكم باللي عالم الطفل يدعم في العالم كامل، كل العالم نشاط الطفل يدعم من طرف إما لبوفوار بيبليك إما الشركات الخاصة، وإحنا نعتز اليوم أنه كاين شركات ساعدت روضة جنة الأطفال باش يقيموا هذا الحفل. إحنا ماذا بينا نشكرهم ونثمنوا الجهد نتاعهم. عندنا شركة قصوري للجرارات الفلاحية، شركة بن مساهل لمواد البناء، شركة عبودي للبناء والتعمير، شركة حمر للبناء والتعمير كذلك، شركة بنز الناس للبناء والتعمير، وشركة عبيدي. احنا والله ما نقدروش الشكر تاعنا يوصل لهاد الشركات ولا الناس اللي قايمين على الطفل، لانه لازم نديروا اليد في اليد باش ولادنا يترباو بالطريقة السليمة. اطفالنا هما اعز ما نملك. عبد الرحمن ما نسيتكش، ما زالك في بالي، حفظت الولايات قالوهم لك ولا ما زال؟
قالوا لك شوية على الولايات اللي تحد ولاية قلمة. يلا نشوفوا مع عبد الرحمن، عطولوا الميكرو سامي. يلا تعال تعال أروح عبد الرحمن. تقرأ مليح عبد الرحمن؟ نعم. وش هي هذه؟ واسمها؟ تقرأ مليح؟ نعم. نعم برافو، لازم تتكلم وليدي لازم. إذن عبد الرحمن، شحال من ولاية تحد ولاية قلمة؟ ستة. الله يبارك، قولي هذه الولاية تشوف؟ عنابة وقسنطينة وسقراص وسيك سيكس سيك دا وخشن خنشلا وهران وهران. لا لا، إذن عبد الرحمن راني في ورطة. عبد الرحمن جاوب على الشطر الأول والشطر الثاني خلطوا شوية. خنشلا لا تحد ولاية قلمة يا أخي، ها؟ خنشلا تحد ولا لا؟ لا تحد. عاود اذكر على ما ظن، ذكر ربعة ربعة صحاح. واش رأيكم نعطوه الهدية؟ اللي يقول نعطوه الهدية يرفد يده. قول هدية، نعطوا له الهدية. مالا نعطوا له الهدية؟ أعطيه الهدية تاع عبد الرحمن، أعطيه الهدية تاعه، أعطيه الهدية تاعه. إذن عبد الرحمن رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها وتقدر تبقى معنا. يلا أبقى معنا عبد الرحمن، واش تقول لهم؟ شكرا. شكرا. العافو، ديروا له مكان جميل عبد الرحمن، هنا ولا هنا. يلا ابقى معنا هنا. شكرا. إذن أحبائي، ولاية قلمة تحدها ست ولايات. يلا تقولوهم معايا، نبدأ من الشمال الشرقي. شكون الأولى؟ يلا معلش نقولوهم، ما نقولوش بالترتيب. يلا عنابة، قسنطينة، سكيكدا، أم البواقي، سوق هراس، خاصة وحدة ستيف. لا 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 لا، مش ستيف، الطارف. برافو ولاية الطارف. أحبائي لازم تعرفوا الجغرافيا تاع الولاية تاعكم وتاع الجزائر كلها. إذن ست ولايات، الطارف، عنابة، سكيكدا في الشمال، من الغرب تحدها قسنطينة، ومن الجنوب أم البواقي وسوق هراس. يا أخي thank you.
جيدا أحبائي. وش رأيكم؟ عمو يزيد عنده أغنية جميلة جميلة. هذه الأغنية تتغنى بالنوتات الموسيقية. شكون يعرف النوتات الموسيقية؟ دو ري مي فا دو ري مي برافو برافو دو ري مي فا سول لا سي. أحبائي تغنوا معايا هذه الأغنية دو ري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان دو ري مي برافو برافو أحبائي برافو برافو. إذن أحبائي النوتات الموسيقية هي اللي نلحن بها الأغاني هي اللي نكتب بها الكلمات. يلا كمل معايا دو ري مي دوري مي فا سولا سيدو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان دوري مي فا سولا سيدو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان دوري مي فا سولا سيدو دو سي لا سول فا مي هالكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان شكرا 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 شكرا. وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. أنتم شاطرين يا أحبائي. عندكم الكتب؟ عندكم الكتب؟ الكتب أعطوا لكم الكتب كي دخلتوا كلمة داش. معلش 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 من بعد نحاولوا مع روضة جنة الأطفال كيفاش نوصلوا الكتب بقاع العائلات اللي ما داوش. ولكن يلا معايا يلا نغنوا مع بعض أغنية. وش رأيكم نغنوا أغنية أسرتي
أسرتي صفحة 19، صفحة 19. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم. أو يبكي، تعال تعال أروح يقعدي معه، معلش نعطوك ديروغاسيون، يلا أروح يلا ديولها مكان قدامه. هذه أخته باش ما يبكيش، قعدي قدامه بنتي. هيا تفق عليه، برافو برافو برافو. هيا يلا خلاص تقعد مع شكون هذي؟ حنين. اسمها حنين. حنين الله يبارك، تحبها؟ ايه. اوه حنين قال لك نحبك وحنا تحبنا احنا يا الله يبارك. شكون؟ ايه الله يبارك، يحبنا كامل. ربي صون ربي صون، ربي يخفف على أمه وبالشفاء العاجل ان شاء الله. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخوتي ما أحلاهم. تغنوا معايا صفحة 19، 19. إذن يلا تغنوا كامل معايا صفحة 19، تغني يا يلا اللي عندهم الكتاب صفحة 19 أسرتي يلا. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها، لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها، لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما، لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما، لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا، يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا، يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. برافو برافو برافو، شكرا شكرا شكرا. أسرتي لما نلتم، مهم جدا أن الأسرة تكون متماسكة، لازم لازم يكون الاحترام، لازم يكون الحب، لازم يكون التعاون في الأسرة يا أحبائي، لأن الإنسان القوة تاعه يستمدها من أسرته. الأسرة هي اللي تعطيك القوة، الأم هي اللي حتساندك، الوالد كذلك راح يساعدك، خواتك خواتاتك والأسرة الكبيرة كذلك. يا أخي أحبائي الأسرة ثم الأسرة. كاين أغنية جميلة، ولكن قبل ما نروحوا الأغنية هذه، شكون اللي يقدر يقول لي
أحداث 8 ماي 1945 أحداث 8 ماي 1945 كانت تخص يعني اللي ضرت منها الأكثر ثلاثة مدن، منها مدينة قلمة الله يرحم كاع الشهداء. أعطوا لي المدينتين، تعرفوا شوف الشطرة هذه، قعدي في مكانك دوك تسألك بنتي في مكانك دقيقة حتى تجاوبي صحيح باش تقدري تطلعي، وإلا ما جاوبتي صح ومن بعد كيفاش نعاودوا نهبطوك؟ حنا ما نحبوش نزعفوا الأطفال. واسمك بنتي؟ إلاف. إلاف الله يبارك اسمك شباب، شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، أعطينا المدن اللي كانت متضررة من أحداث 8 ماي 1945 زيادة على قلمة. سطيف وخراطة. برافو برافو، تعالي تعالي دركا تقدري تطلعي، تعالي تعالي أروحي بنتي، تعالي تعالي بنتي تعالي. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. تقراي مليح؟ نعم. شحال جبتي المعدل؟ 9.25. واو 9.25 تصفيقة وزغاريت عليها تاني، الله يبارك. 9.25 ولادنا مليح كيقراو مليح، لأنه بالعلم ترقى الأمم يا أحبائي، والدراسة والمثابرة في الدراسة هما عنوان النجاح. إذن بنتي كما قلنا، قالت لنا الشاطرة هذه إلاف، أحداث 8 ماي 1945 ضررت منها عدة مدن في الجزائر، ولكن سطيف وقلمة وخراطة كان فيها شهداء بزاف، يعني لازم نترحموا عليهم وما لازمش ننساو هذه التضحيات وهذه الأبطال اللي ضحوا على بلادنا بالنفس والنفيس. إذا أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. شكرا إلاف بنتي، شيبس مهبول راعي هذا البرنامج وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو. إذا تقدري تبقاي معنا تشوفوا لها بلاصة مليحة، يلا شوفوا لها مكان، أروحي منا يلا أعطوا لك بلاصة VIP أستنين يلا. إذا أحبائي تاريخ بلادنا لازم نعرفوه، تاريخ بلادنا مهم جدا 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 أننا نعرفوه. واش رأيكم نغنوا الأغنية وقتها مادام تكلمنا على أحداث 8 ماي 1945؟ عمو يزيد دار أغنية عالم الجزائر، عمو يزيد يتغنى بعالم الجزائر ويشبه الألوان تاعه بالأحجار الكريمة. أحبائي عالم الجزائر، عالم بلادنا اللي ماتوا عليه، اللي ضحاوا بالنفس والنفيس واستشهدوا عليه أكثر من 1.5 مليون شهيد. إذن عالم الجزائر يا رفيع الشأن أشرف ورفرف. أي صفحة؟ أي صفحة؟ صفحة 29. إذن تغنوا كامل معايا علم الجزائر يا رفيع الشأن أشرف ورفرف، زاهي الألوان في حلة من لؤلؤ وزبرجد، مواشية في هلالك المرجان. إذن أحبائي يلا معايا علم الجزائر. عالم الجزائر يا رفيع الشان أشرف ورفرف زاهي الألوان. عالم الجزائر يا رفيع الشان أشرف ورفرف زاهي الألوان، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية، في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوابخ للعلا، وعلى قلاع جندنا الشجعان تشعل الكواكب لامعاً متلألئا، وعلى السفور ذاته العقبان يا ضوء بصيرتي ونور بصيرتي، يا عز نفسي وهوى وجداني لو سخرن لك الجوارح كلها، ولخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر علم الجزائر علم الجزائر،
عالم الجزائر يا رفيع الشان أشرف ورفرف زاهي الألوان. عالم الجزائر يا رفيع الشان أشرف ورفرف زاهي الألوان. في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية. في حلة من لؤلؤ وزبرجد مواشية. في هلالك المرجان فوق الإدارة الشوامخ للعلا. وعلى قلاع جندنا الشجعان تشكو الكواكب لامعاً متلألئا. وعلى الصخور ذاته العقبان يضوء بصيرتي ونور بصيرتي. يا عز نفسي وهوى وجداني لو سخرن لك الجوارح كلها ولخدمنك خدمة العبدان. علم الجزائر علم الجزائر علم الجزائر. شكرا. اعطونا صغاريت على الجزائر يا انس الله يخليكم. شكرا شكرا شكرا. قلمه قلمه ارض الثوار ما نقدروش نجيو القلمه ما نغنوش على عالم الجزائر وما نثمنوش دور هذه المنطقه في ثوره التحرير. احنا ما ناش نقصوا حتى من دور منطقه في الجزائر كامل على راسنا، ولكن منطقه قلمه معروفه بالتضحيات نتاعها، ولازم اولادنا يعرفوا باللي كاين ناس ماتوا على البلاد هذه وسقاو هذه الارض بالدم نتاعهم باش يحافظوا عليها. احبائي الجزائر غاليه 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 علينا كامل، مسؤوليتكم يا احبائي الاطفال انكم تحافظوا عليها. يا اخي عمو يزيد يحب الدراري اللي يقراو بزاف ويقراو مليح. كاين اغنيه نقول فيها يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد. انا كاين واحد المقطع، كاين واحد المقطع هنا يعجبني بزاف، يعجبني. عمو يزيد يقول اسمعوا مليح يا اطفال، رجع درسك بعد الفهم تصبح انجب من في القسم. كاين تاني مقطع اخر جميل، وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. يا احبائي احبائي اللهو جميل جميل ان الطفل يلعب كامل، ولكن الطفل الذكي هو اللي يقسم وقته بين اللهو والجد. لما تدخل من المدرسه للبيت تشرب الحليب تاعك ولا ترتاح شويه، ولكن مباشره تدير الواجبات، لازم الواجبات في يومها. من بعد رانا جايين واحد الاغنيه تاع تراكم الواجبات، ما لازمش تخلي الواجبات تتراكم عليك. اذا تغنوا معايا كامل يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد. يلا يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم. فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم. والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو. فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه.
ما بين الجد واللهو فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى بين الغايات فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى من بين الغايات المثلى يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد شكرا شكرا فالدنيا ميدان الكد يا أحبائي الدنيا ميدان الكد لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد أجواء جيدة مع عمو يزيد وشرفنا أول خطرة في قالمو وإن شاء الله يزيد يشرفنا مرة خلاف نشكر عمو يزيد درنا حصة ما شاء الله أول مرة يفرحونا في ولاية قلمة نتمنى يعاود يرجع نشكر عمو يزيد اللي جانا اليوم ضيفنا في ولاية قلمة نشكره بزاف على اليوم هدايا زادنا نتشا فرح وسرور في ولاية قلمة نتمنى اليوم هدايا يزيد يرجع أنا مرة أخرى أشكر عمو يزيد لأنه قدمنا عرضا رائع رائع جدا نشكر عمو يزيد اللي جا فرح الوليدات ان شاء الله في قالمه هنا وبارك الله فيه وان شاء الله يزيد يعاود ان شاء الله يرجع عنا هنا ويفرح الوليدات ونشوفوا فيهم كاع فرحانين وحكم التلم والفرحه في وجوههم كله حابين يهضروا كل الحمد لله خويا نقول له عمو يزيد بارك الله فيك ويعطيك الصحه